يعني أسباب كثيرة، يكونوا مش واعيين لسه، بكون لسه كمان مش عارف إيش يعني التزامات والمسؤولية. وتنسيش يعني الزواج هذا مش بس عشان هيك، بأسباب فشل الزواج بكون إذا كان ناتج عن زواج مبكر. لأنه يعني من بلغ منكم الباء، الرسول عليه الصلاة والسلام، من بلغ منكم الباء فليتزوج. يعني الباء اللي هي العمر اللي إنه يصير شاب قوي. طبعا بقى، لأنه يعني بكون الواحد عنده نفس يربي أولاد. حرام الجواز المبكر، يعني الوحدة بالعشرين ويلا، هي 21 سنة يعني. لا والله الزواج الصغير الواحد مبكر مش زيادة منيح، يعني الواحد بيكون لسه بده وقت ليتعلم الحياة، حتى البنت كمان تتعلم الحياة، تتعلم كل شيء حتى تقدر تمارس حياتها الزوجية بعدين. نعم سترة وأحسن بكذا. يعني الأساس بكون سن مراهقة مش واعية، ممكن هو والله الناس هلا بطلت صارت تتأخر الشباب بالجيزة، بس إذا مقتدر يعني هلا ما هو الواحد يلا يصرف على حاله، أي وظيفة يلا يصرف على حاله الواحد. ما بأيد الزواج المبكر برضو، بصير خلل في العلاقة مثلا، ضغط العمل في البداية. وبعدين الزواج المبكر مسؤولية، ممكن تحمل في طفل، في التزامات، فأنا ما بحب الزواج المبكر. يعني لازم الواحد يكون متعلم، البنات تدرس على أساس يعني تعرف تدبر أمورها. الزواج المبكر ما بتكون واعية البنات. لا طبعا، لأنه ممكن توقع مع شاب ابن حرام ويدمر لها حياتها، لهيك ما بعيده. الزواج المبكر فيه له تبعات يعني، وهذه التبعات تتمثل في أنه عدم مؤهل الشخص لهذا الزواج، لأنه وضع الغلاء معيشي يعني بس. ولا هو الزواج المبكر أحسن شيء يعني، أنا زوجت ابني كان عمره 21 سنة، هلأ أولاده 23.